كلمة بسيطة للشباب؟ بسيطة ما في مشكلة. نعم. موجود. اي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سنتحدث بإيجاز عن الغيبة. والغيبة طبعا هي من الأمراض الاجتماعية المنتشرة في المجتمع. وتعريف الغيبة باختصار هي ذكر أخاك بما يكره، بما يكره، أي واحد يكره الحديث عنه فنعتبره غيبة. ولذا اعتبرت الغيبة من الذنوب الكبيرة التي لا يغفرها الله سبحانه وتعالى، مثلها كمثل الشرك. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فشبهت الغيبة باللحم، باللحم الإنسان. ولذا فيه مجموعة كبيرة من الناس كانوا جالسين في مكان ليلة ما من الليالي، فتحدثوا عن شخص بعينه، شخص محدد، وأين ذهب وين راح وين يجي وشكل وباع إلى آخره. فكلهم في الليل رأوا رؤيا بأن قدم لهم واحد صحن مليء بالأرز وعليه جيفة الليل. هذا الكلام بالليل. نعم. وتأثروا بعد ذلك تأثر. فكان من ضمنهم اللي واحد استطاع لي يسأل يقول وش يسوي. قلت أنا ما أنا مفتي، ولكن أنا أرى أنك تروح للي اغتبتوه وتعتذر منه وتستسمح منه، ولا تطلع منه إلا هو سامح لك. إذا سمح لك الحمد لله، ما سمح لك معناته الله يعينك على الذنب، لأنه كما قلنا الغيبة من الأشياء التي لا يغفرها الله سبحانه وتعالى، حتى إلا بشرط أن تستسمح من ذلك الشخص الذي اغتبته. فإذا سمح لك فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم، ما سمح لك الله يعينك يأخذ من حسناتك التي عندك، وإذا ما عندك حسنات يعطيك من سيئاته. يعني أنت حاصل حاصل، يا كذا يا كذا. فلذا يجب علينا دائما وأبداً الانتباه وعدم الحديث في الأشخاص، سواء كانوا من أقربائنا أو أصدقائنا أو حتى من المجتمع ككل أو من المسؤولين أو من العلماء، لا نتحدث عن أي شخص إلا بالخير. نعم. بارك الله فيكم. وهي الغيبة الله. ذكرك أخاك بما يكره خاصة، إلا إذا كان في شيء طيب تقوله عنه فهذا شيء طيب. نعم. لكن ما بما يكره فهذا لا يجوز نهائيا أبدا. نسأل الله أن يحمانا وإياكم. آمين. قلنا ما سمعتم، أسأل الله أن يعفو عنا وعنكم وأن يرينا حق حق ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطل ويجنبنا اتباعه. لكن قبل أن أنسى وأختم لدعوة لحبايبي، حبايب قلبي، الله يوفقكم ويسعدكم ويجمعكم ولا يفرقكم ويرزقكم بما تحبون، وجميع الحاضرين وجميع المشاهدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.